وللمزيد حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف نائب مدير الأمن ومدير البحث الجنائي بمحافظة المهرة العقيد أحمد رعفيت. أهلا بك سيادة العقيد في برنامج من المهرة. هلا ومرحبا يا حيا. سيادة العقيد، في البداية نريد أن تطلعنا على الوضع الأمني في محافظة المهرة في ظل محاربتها الظواهر السيئة والممنوعات. حياكم الله جميعا، ونشكر قناة المهرية، قناة كل المهريين، وقناة اليمن بشكل عام. في البداية نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه الجهود الأمنية والاجتماعية والشيوخ والمواطنين والكل تعاون معنا حول محاربة هذه الآفة الخبيثة الدخيلة علينا من المخدرات وأنواعها. وهذه آفة، هذا آفة خطيرة جدا للمجتمع بشكل عام والمجتمع المهري بشكل خاص. سيادة العقيد، ما هي أبرز الصعوبات التي واجهتكم في سبيل القضاء على هذه الظواهر؟ الحمد لله ليس هناك أي صعوبات، وإنما توجب النية والإخلاص، وهذه الحمد لله بفضل الله ثم بفضل الأخ المحافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر والأخ العميد مفتي سهيل وكل الوحدات الأمنية والعسكرية في تعاونوا وتكاتفوا حول هذه الآفة. فنحن لا يعيقنا هناك أي شيء من هذا الجانب، ونحن سنظل وسندافع وسنواجه لمحاربة هذه السموم الدخيلة علينا في محافظتنا. نحمد الله ونشكره لأن لدينا إرادة وعزيمة إلى أعلى القمم وإلى عمق البحار لنقضي على هذه الآفة الخطيرة. جميل. في التقرير السابق شاهدنا التكاتف المجتمعي من قبل أبناء مديرية حصوين، وكما هو الحال في بقية المديريات، ما مدى التنسيق بين هذه اللجان المجتمعية والجهات الأمنية في المحافظة؟ فالتنسيق الحمد لله عندما تم التوعية والمجتمع فهم وعرف هذه الخطورة، فالكل تكاتف سواء كان في مديرية حصوين أو في حوت أو في أي مديريات في المحافظة، فالكل تعاون. ونحن اليوم في مديرية حات، وبكرة وبإذن الله إلى شحن، والكل تعاون وتكاتف لمحاربة هذه الفساد وهذا الخطر الخطير، الآفة الخطيرة. الكل وعي من خلال المحاضرات التوعوية ومن خلال الخطبة في المساجد ومن خلال المدارس والكليات والمجتمع، والكل عرف هذه الحقيقة وفهم هذا الخطر، والكل تنبع منها لمصلحة المستقبل والجيل القادم بإذن الله. بإذن الله. عقيد أحمد، النجاحات التي تحققها القوات الأمنية بإسناد من الجيش تستحق الثناء والدعم، ولكنها تقابل بتأخير الرواتب لشهور طويلة. ما هو تعليقكم على هذه النقطة؟ فهذا الأمر متروك الجهة ذات الاختصاص، وهذا الأمر مربوط الهشام آخر. فنحن يهمنا محافظة المهرة. مهرة هي الجمهورية اليمنية الصغرى. المهرة خط أحمر، لن نقبل بأي فساد أو عبث في المهرة. فالمحافظة المهرة هي محافظة الكل، والكل نحافظ عليها ونضحي بكل غالي ورخيص. فالمهرة نقول دائما تبني الأوطان بسواعد أبنائها المخلصين. نحن نعتمد على أنفسنا ونضحي بأرواحنا ونضحي بكل غالي ورخيص لأجل المحافظة وحفاظا على الأمن والاستقرار، بغض النظر عن تأخير الرواتب أو عن أي شيء. نحن نعتمد على أنفسنا بأنفسنا ونبني مجتمعنا من ذات أنفسنا. أخيرا عقيد أحمد، ما هي رسالتكم للجنود البواسل الذين يعملون بدون مقابل من أجل حفظ الأمن والأمان في محافظة المهرة، وأيضا رسالتكم للجان المجتمعية التي تساند قوات الأمن؟ نقول للأجهزة الأمنية، للضباط والأفراد، إلى الأمام، وأنتم أجركم عند الله سبحانه وتعالى. وهذا جهاد، وهذا جهاد لكل من ساهم وساعد في قضاء على هذا الأمر، سواء كان من جانب الأمني أو من جانب المدني. فهذا الأمر هذا حرب في حد ذاته، حرب خطير،
وهذا الأمر يعني بصراحة ممكن أن أواجه عدوي بصراحة إلا هذا العدو المختفي الذي عدو يعني تحت ظلام. فنحن نواجه هذا الأمر ونضحي بكل ما نملكه، ونقول لجنودنا البواسل وضباطنا وأفرادنا الشيوخ والمجتمع المدني الكل يتعاون ويتكاتف لقضاء على هذه الآفة. وأشكرهم جميعا كل من تعاون معنا في هذا الأمر، ونشكرهم ونقول أجركم عند الله سبحانه وتعالى، أنتم في جهاد لقضاء على هذا الحرب الدخيل علينا. وجزاكم الله خير، ونشكركم ونشكر قناة المهرية، جزاكم الله كل شكر. كنت معنا العقيد نائب مدير الأمن ومدير البحث الجنائي بمحافظة المهرة، العقيد أحمد رعفيت، كل الشكر.